مرحبا ويعطيكم العافية. كلنا بنحب ناكل السلطة بأي وقت، صيف شتاء، عزومة من غير عزومة. بما إنه رمضان على البواب، حبيت أقدم لكم اليوم سلطة الأرزو. هي سلطة كتير مشهورة بستايل شوي إيطالي، وحطيت شوية تكات من عندي من مطبخ فتافيتو. شو رأيكم تيجوا معي على المطبخ لحتى نعمله مع بعض؟ يلا معي، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من مطبخي فتافيتو كيتشن. اليوم وصفتنا هي سلطة بتشهي، اسمها أورزو سلاد أو سلطة لسان العصفور. بعرف إنها مشهورة كتير وفي ناس كتير بيعملوها، بس خلونا اليوم نعملها على طريقتي. أنا اليوم ماخدة شوي من الستايل الإيطالي. أنا جبت هون أورزو أو لسان عصفور. كل اللي عملته إنه سلقته مثل المعكرونة، لأنه هو أصلا نوع من المعكرونة. غليت مي، حطيت فيها شوية ملح، وسلقت لسان العصفور أو الأرزو 8 دقايق، ما كترنا. وبعد ما انسلق غسلته بماء بارد ورشيت عليه شوية ملح وشوية زيت زيتون لحتى يضل مفكفك من بعضه مثل ما انتو شايفين. شايفين هاي؟ تمام. عندنا كمان سويت كورن، ذرة حلوة. عندنا تشيري توميتو، في جزر، الجزر العادي، وفي الجزر الأحمر، وعندنا قطعة من الملفوف الأحمر، عندنا جرجير، بقدونس، مجموعة من الفليفل الملونة، وعندنا هون زيتون أسود شرحات، وعندنا أي نوع من أنواع اللحوم الباردة مقطعة، تمام، حسب رغبتكم بس تكون كيوبز. وعندنا موزاريلا مبروشة، واللي عنده أصابع الموزاريلا أو يعني اللي بيحب يستعملها بتنفع بالوصفة هاي، وطبعا عصير ليمون. طيب هلا كل المكونات هاي راح نعملها دريسنج كتير زاكي وطيب وبشهي. راح ابدا اول شيء راح اخذ الجزر البرتقالي والاحمر والملفوف الاحمر، وراح ابرشهم على محضره الطعام وبرجع لكم. وهون بعد ما برشت الجزر الاحمر والجزر العادي والملفوف الاحمر بنجمع هنا صوت. هلا بالنسبه للناس اللي بيحبوا فرم الايد ما في مشكله، بس اللي عنده فود بروسيسور وبده يسهل على حاله ما في مشكله. اول شيء هنحط الارزو. بسم الله. انا ما راح اخذ الكميه كلها، راح اخذ جزء، راح اخذ نص الكميه. طب النص الثاني شو راح تعمل فيه يا فطوم؟ ابدا، راح احطه كيس نايلون وبالفريزر، ولما بحب اعمل مره تانية بلاقيه جاهز ومسلوق، بس بطوله بخليه يفك من التلج وبستعمله. دورة برضو هاخد جزء. تشيري توميتو، زيتون أسود، اللحم المطبوخ الكولد كات، وشوي من الفلفل الألوان أو الفلفل الملونة، برضو مش كلها، شوي من الملفوف، شوي من الجزر الأحمر، مو شوي من الجزر العادي. وشوي من البقدونس. بقلب على الخفيف.
وهلا بتركها على جنب لحد ما اجهز الدريسنج. وهلا بنحضر الدريسنج، هاخد ثلاث معالق كبار من خل التفاح، هاخد ربع كوب من زيت الزيتون، عصير نص ليمونة، لو تلاحظوا أنا ما استعملت لا بصل ولا توم بالسلطة لأنه بدي أستعمل البودرة، رشة من البصل البودرة ما بنكتر، خاصة أنه يعني نحن مقبلين على رمضان وشوي بيكون استعمال البصل والتوم في السلطات بيكون شوي يعني صعب. رشة من التوم ما بنكتر. زعتر بيتي مجفف، ومعلقة من العسل، وكل هذا خربته هلا. هون في اقتراحات كتيرة. اول اقتراح انك انت بتقدري تحطي اكياس البودرة اللي بتكون موجودة بالسوق جاهزة، بتختاري الطعم اللي بيناسب ذوقك وبتحطي مع الدريسنج هذا وبتقلبي منيح، تمام. في كمان الصوصات اللي بتكون صوص الرانش وال 1000 ايلاند والاشياء هاي برضو كتير زاكي لما نحط معلقة منها مع الدريسنج، او مايونيز، او مايونيز مع مثلا ديجون ماسترد. كل الشغلات هاي صراحة هاي ابتكارات، واللي بيناسب ذوقك استعملي. انا اكتفيت بالموجودين هدول لانه السلطة عندي غنية، فخلص بحط هدول وبنقلبها وبنقدمها. وهلا اجى وقت ندير الدريسنج، شايفين كيف صار ايميليشن مستحلى هاي. بنضيفه كلياته وبنقلب وبندوق لحتى نشوف اذا بده ملح. لو تلاحظوا انا ما حطيت ملح ابدا لا على السلطه ولا على الدريسنج، لانه بحب انه ادوق الاول، ناخذ معلقه صغيره هيك وندوقها. بنرش ملح بس ما بنكتر. واخر تكه من تكاتي انا صراحة، هاي اضافة من عندي انا، الهالبينو اللي انا كبسته من فترة ونزلت لكم طريقته، جربوه مع الوصفة هاي وشوفوا قدي طيب. خلاص هيك انا السلطة صارت جاهزة، بقلبها اخر مرة واسكبها وأقدمها لعيلتي أو لضيوفي أو بالعزومة. وهيك خلصنا وصفتنا اليوم، عملنا سلطة الأرزو أو لسان العصفور. ولا تنسوا الجبنة، أنا بخليها للأخير على الوجه حتى تعطي منظر، لكن أنتي لك الخيار، يعني حابة تقلبيها مع السلطة كلياتها ما في أي مشكلة.
وبهيك بكون وصلت لآخر الحلقة، بتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسونا من السبسكرايب والتفعيل زر الجرس واللايك. بآخر الحلقة بتمنى لكم كل خير، يعطيكم ألف عافية وصحتين وألف عافية. سلام.